السلام عليكم يا أصدقاء في عنيزة من محمية الغضا. هنخد تجربة إن احنا ناكل نبات السعدان، وبعد كده معانا أبو عبد الله، يعني أحد العتات الرحالة والدراجين والهايكرز في السعودية، هيحكي لنا نبذة كده عن النبات دوت. الله يحييك يا ابو احمد. فين هذا شجر السعدان. اوكي. وهذا شوكو. هذا شوكو. وهذا اول ما يطلع لين ومأكول. احنا هنعمل دلوقتي يا جماعة تجربة. ايوه. هندوق السعدان، بصوا ازاي الشوك عامل ازاي. ايه. بسم الله. مقرمش. هو ملوش طعم، يعني مائي. ايوه مائي وطعم مائي. اوكي. الكبيره منهم بيبقى الياف كده، والصغيره ممكن واحد يبلعها كلها، ولما تنشف خالص بيبقى الشوك ده فظيع. ايوه ما تتحمله. طيب دلوقتي هنكمل الفيديو ده مع نبذه الاستاذ ابو عبد الله، هيحكيها لنا عن نبات السعدان. ايوه. السعدان يرحمك الله يا ابو احمد. السعدان هذا الشوك طبعا معروف. واسمه عربي فصيح، ورد في الحديث الشريف. حلو حلو. ايوه. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي للصحابه يوم القيامه. وايش اللي يكون؟ يضرب على جهنم جسر في كلاليب كشوك السعدان. زي الشوك هذا، لا يعلم قدر حجمها او عظمها الا الله سبحانه وتعالى. لا تخطف لا. الكفار في جهنم. لانها لها شوك يعني قوي ومؤذي. نعم. وهذا الورق. هذه اليابسه منها. شوف يا ابو احمد. ايوه. هذه اليابسه. ايوه ايوه. تمسكها بيدك بس شوي. اضغط عليها شوي. ايوه. ما تتحمل.